العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل مسؤولية فيهم؟ إذن عوامل صرف الناس عن الفطرة ليس الأبوان فقط، وذكر الأبوين في هذا الحديث لكون ذلك الأغلب هو الأغلب، وإلا الأخوال والأعمام والقرابة والجيران والأصدقاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالخليل إذا كان فاسدا منحرف الفطرة يحرف من يخالله، وسليم الفطرة سليم الدين لا ينصح بمجالسة من كان منحرفا، لأنه يؤثر عليه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، يؤثر القرين في قرينه. ولهذا قال الحسن: ليس للمرء أن يمشي مع من شاء. ولهذا أيضا يقولون: الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه.